ليه الغيرة تعور؟ طيب تخيل انك حبيت شخص وادمنته، ادمنت صوته وحكيه وكل شيء يخصه، تبيه لك لوحدك، ما تبي غيرك يكلمه ولا يضحك مع غيرك ولا احد غيرك يسمع صوته. وفجأة اكتشفت انه اي شخص مثلا صاحبه انه يكلمه ويسمع صوته ويضحك معه. اكتشفت تقريبا نص الاشياء اللي يسويها معاك يسويها مع غيرك، اهتمامه، كلامه، ضحكته، صوته، كلها تكون مع غيرك. هي ما فيها شيء، صح صاحبة، بس في الغيرة ما أفهم صاحبك، ما أفهم أهلك، ما أفهم عشرة عمر. كل اللي أفهمه أنك لي وأنك حقي وحلالي، تهتم فيني أنا، صوتك يكون لي أنا، كلامك يكون لي أنا، ضحكتك، حزنك، كل شيء يخصك. يا حبيبي من تغيب بعد ما عندي حبيب، عندي بس أنت بحياتي.